الغاية من التشكيل هذه المجموعة أو مجموعة دوخ نوشة لغايات أنه حماية المناطق المسيحية في سهل نينوى وتحديدا في شمال سهل نينوى. نعم دورياتنا مستمرة هي بالنهار وأيضا في وقت الليل نتجول في هذه المناطق أيضا نستطلع الأمور. أولويات الدوخ نوشة حماية أبناء هذه المنطقة وأيضا المنطقة كنفسها المراقد الكنائس من هذه كل أرث وحضارة وهذا الرافدين. تكون قوة تحمي جماعتنا تحمي المنطقة بس أكو قوة كافية نعم قليلة حيل قليلة وعلوالو تجينا قوات دولية هنا لمنطقتنا أحسن يعني نتأمن أحسن. لدي بعض الخبرة لكن الإيمان هو موجود الأكثر الإيمان هو أكثر من الخبرة العسكرية. سلام 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 حالك كيف عارف باش كيف عالم دبجها بيشمرقة شونا جوردة قلاسك إينا استمع أو مرحلة رات البنات يعني. أنا إما بيشمرقة لا هولير واحد من بارز قاري لا مال وجودي عندك تعاون وهاوكاري برد وعمة وبيك وينا وخاصة منه ما مستهمشة تلفون هي وديدار هي ولهر حالتك الشابي يسبوبو هر شتيك بشاتك ما بيك وين ماشي مديني بيسر كين ما في عمل بدا وزاد هواي سوتماني وقوانا محقات شتو هذا كان